غاليليو غاليلي، حكاية من التراث الإيطالي. في هذا الكون الشاسع توجد مجموعة من النجوم التي تسبح في الفضاء وتعرف بالفلك، وفي إحدى أركان هذا الفلك توجد الشمس، وتدور 9 كواكب حول الشمس، وهي عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، يورانيوس، نبتون، بلوتو. والأرض هي 3 كوكب من الشمس. وكما يعرف الجميع تدور الأرض مرة كل يوم حول نفسها ومرة في السنة حول الشمس. وفي قديم الزمان لم يؤمن البشر بدوران الأرض، بل اعتقدوا أن السماء هي التي تدور. إن الأرض لا تدور، الأرض مستديرة، وحول الأرض يدور القمر والشمس وبقية الكواكب السيارة. الأرض هي مركز كل شيء، وكل من يقول غير ذلك فهو خارج عن التعاليم القديمة التي أقرها آباؤنا وأجدادنا الأولون. نعم، إنه يعتبر خارجا عن القانون. تبدو السماء وكأنها تتحرك. الأرض هي مركز الكون وهي ساكنة لا تتحرك. هذا ما جاء قديما، ولم يشك أحد بهذه المعلومات. هل تعرفون برج بيزا؟ ذلك البرج المائل الذي يبدو وكأنه يكاد يقع. قام تلميذ بتجربة عجيبة على قمة هذا البرج. كرة حديدية كبيرة ثقيلة وكرة حديدية صغيرة، إذا قمنا بإسقاط الاثنتين إلى الأرض في نفس الوقت، أية واحدة تصل قبل الأخرى؟ الكرة الثقيلة دون شك، إنه أمر مسلم به. لماذا يريد إجراء التجربة؟ الجميع يتوقعون وصول الكرة الأثقل قبل الأخرى، ولكن ماذا سيثبت لهم ذلك التلميذ؟ هل رأيتم؟ مهما اختلف ثقل الكرات ستصل جميعها إلى الأرض بسرعة متساوية. كان اسم هذا الطالب غاليليو غاليلي، وكان يدرس قوانين الحركة والدوران والقذف. هل سبق أن رأيتم ساعة مثل هذه؟ هذا الجزء يسمى البندول. هل لاحظتم كيف تستغرق حركة كبيرة نفس الوقت الذي تستغرقه حركة صغيرة للبندول؟ فبفضل الدراسات والأبحاث التي أجراها غاليليو على الحركة أصبح أحد أعظم علماء العالم. وذات يوم، سيدي سيدي، هل رأيت هذا؟ انظر. قامت هولندا باختراع هذا التلسكوب يا سيدي. التلسكوب وصل أخيرا، سوف يتحقق حلمك يا سيدي. قام غاليليو باكتشاف عدة قوانين للحركة، فقال: ما دامت هناك قوانين للحركة، لابد أن يكون هناك قانون يحكم حركة النجوم في السماء. إذن فهذا هو القمر، إنه يشبهك تماما. انظر انظر. إذن هذا هو القمر، إنه يشبهني. انظر. إذن هذا هو القمر. نعم، وهو مثل وجهك تماما. تمكن غاليليو من رؤية الثقوب الموجودة على سطح القمر والوديان والتلال الموجودة فيه، وكانت هذه أول مرة في التاريخ يشاهد فيها شخص القمر على هذا النحو. واكتشف غاليليو أن الفلك يحوي مجموعة نجوم، وأن لفينوس عدة أوجه كالقمر تتبدل مع الوقت. مستحيل، هذا القمر يدور حول المشتري لا حول الأرض. الأرض ليست مركزا لدوران النجوم. هل فهمت يا مارسيلو؟ يجب أن نثبت شيئا جديدا يا عزيزي. لدى اكتشافه لكوكب المشتري ركز غاليليو دراساته على حركة النجوم. تتبدل النجوم الجميلة التي طالما حوتها الأساطير القديمة مع تغير فصول السنة.
أصبح جاليليو سائحاً متجولاً في دنيا النجوم. ومرت 10 سنوات وعشرون سنة ولم يترك جاليليو دراسة حركة النجوم، حتى اكتشف أخيراً أن النجوم والأرض تدور جميعاً حول الشمس. حقاً الأرض تدور؟ حركة النجوم تؤكد ذلك يا عزيزي مارسيلو، هل فهمت ذلك يا مارسيلو؟ الأرض تدور؟ عجيب، إنه أمر لا يصدق. ولكن لماذا يبدو الأمر وكأن الشمس والنجوم هي التي تتحرك؟ هذا خداع بصر. انظر يا مارسيلو، تبدو الأشياء وكأنها تتحرك رغم أنها ساكنة. نحن الذين نتحرك، هذا صحيح بالنسبة للسماء والشمس والقمر أيضا، نحن نتحرك. الأرض تدور حول نفسها مرة كل يوم وحول الشمس مرة في السنة، لا توجد سوى إجابة واحدة. هذه هي الخريطة المصححة، انظر. راح جاليليو يدون اكتشافاته في كتاب بعنوان الحوار الفلكي. الأرض تدور غير معقول، ومرة كل يوم وتدور حول الشمس، غريب، هذا غير معقول. انقلبت الموازين بعد أن صرح أحد أعظم علماء العالم بدوران الأرض. لا، لن أسمح بذلك جاليليو، أنت تخالف التعاليم القديمة، إن كتابك مفسد للعقول، اسحبوا كتبه في الحال وأحضروه إلى هنا، إن الأمر خطير، يجب أن يحاكم فورا. ارتبط التعليم في ذلك الوقت بأفكار قديمة، ومن كان يجرؤ على معارضة تلك الأفكار يعدم في الحال. ماذا تقول للدفاع عن نفسك يا جاليليو؟ تكلم. أنا أؤمن بالله، أعطاني الله هبة البحث والدراسة، ومهمتي هي البحث عن الحقيقة. أصمت، لقد تمكن الخطأ منك، أمامك طريقان، إما أن تدع عنك هذا أو تحرق، يجب أن تقرر هذا في الحال. لم أقر بأن ما جاء بهذا الكتاب خطأ، أقتل، أعدل هذا؟ هذا قرارنا. لكن الحقيقة ستبقى كما هي حتى بعد موتي. اسمع يا جاليليو، إن لم تقر بذلك سوف تحرق أنت وأفراد عائلتك وتلاميذك وكل من ينتمي إليك لخروجهم عن التعاليم. أهلي وتلاميذي ما شأنهم؟ أنا المذنب في نظركم، اقتلوني، اقتلوني أنا فقط. اصمت، يجب أن نقضي على تلاميذك. اهرقوه، اهرقوه. قبل الحكم أسألك ثانية يا جاليليو، ألا تعبأ بالموت؟ أنا لا أعبأ بما يحدث لي، ولكن أهلي وتلاميذي كيف يقتلون يا إلهي؟ سيدي، ها؟ سيدي، أنا لا أعبأ بالموت، يجب أن لا تستسلم للأمر. شكرا لك يا مارسيلو، ولكن لا بأس. سيدي، أقر بأن ما جاء في كتابي غير صحيح، أؤكد لكم ذلك. سخر البعض من جاليليو ظنا منهم بأنه قد استسلم خوفا من الموت، أما العلماء فقد كانوا على علم بما يعانيه جاليليو. سيدي، ستظهر الحقيقة. نعم، الزمن سيثبت صحة نظرياتي يا مارسيلو، سيثبت ذلك. الأرض تدور، الأرض تتحرك. نعم نعم يا مارسيلو. همس جاليليو وهو ينطق بكلمات كان يجب على الجميع الاستماع إليها وترديدها. الأرض تدور،
الأرض تتحرك، الأرض تدور، الأرض تتحرك، الأرض تدور، الأرض تدور، الأرض تدور.